أنا أقول لنفسي ولعلماء المسلمين وللمسلمين للمشاهدين وللمشاهدين عامة في الدنيا كلها من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا اتحدوا، وحدتكم فيها قوتكم وتفرقكم فيه مقتلكم. طبقوا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لن يرهبكم ولن يعيد إليكم الأقصى وفلسطين إلا بالعدة والاستعداد والصاروخ والبندقية. لن تعود إليكم فلسطين لا بالمفاوضات ولا بالاستسلامات ولا بالقبلات ولا بالعناقات، ولكن الذي يعيد لكم فلسطين هو الجهاد ثم الجهاد ثم الجهاد. ما تركت أمة الجهاد إلا أذلها الله. وماذا عن حرمة الدماء شيخنا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، ولا هدم الكعبة أهون على الله من قتل مسلم بريء.